اف ام حصة فنية أسبوعية. اللي متأخر واللي متقدم تراث مواهب وإبداعات. للفن والفنانين. فن أفام مع محمد وعبد الرحمن. مساء نور الأنوار لكل مستمعين إذاعة الجزائر من سعيدة. كما العادة كل يوم أربعاء ابتداء من الساعة 6:30 نتلاقوا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية فن أفام. حصة فن أفام تبث على أموال إذاعة سعيدة الجهوية 104.9 101.3 94.5 أفام. حصة فن أفام هي حصة فنية تنشيطية مع الفنانين والمبدعين. كما عودتكم حصة فن أفام دائما نتكلموا على القديم ونبحثوا على الجديد في عالم الفن. تحياتي ويرافقني اليوم المايسترو تاعنا ياسين في العارضة الفنية. دائما محمد وراء الميكروفون. نعاود نذكر بأرقام الهاتف للخطوط المفتوحة اللي هي 048-51-18-18-51-26-26 أو على صفحة الفيسبوك فن أفام. اليوم يشرفني حضور فرقة خلات البصمة تاعها هنا محليا ووطنيا، فرقة الرحالة. وقبل ما نبدو هذه الجلسة ونتعرفوا على أعضاء هذه الفرقة نشوفوا واش من طابع يتبعوا. خليكم. اللي جمعوا عليك النياق وانا راني مشيت والهول الداني والديا وحبابي ناس خاوبي حول الغيوان ما دخلتوا بالعاني
جو بونس ونظن عرفتوا الطابع اللي تبعت فرقة الرحلاوة في طابع الغيوان. كان هذا أوماج لفرقة ناس الغيوان المشاهب وجيل جلالة. دونك ما نطولش عليكم، نبدأ مع ضيوفنا اليوم اللي شرفونا اليوم أعضاء فرقة الرحلة اللي تخدم الطابع الغيوان. ما نطولش عليكم، نخلي سي هواري عمراني يعرفنا بالضيوف والفرقة. تفضل سي هواري، مرحبا بك. أخويا مرحبا بكم عندكم. شرف لينا وشرف الحصة. وشرف لينا. شكرا. كما قال لك شرفتونا ولغيتونا لهذه الحصة. خويا مرحبا بكم والأبو مفتوح. ونشكروا كاع العمال الإذاعة. شكرا. بالنسبة ليك أنت يا بن صغير واللي راه مور ياسين. سي ياسين اللي راه مور الميكروفون ومدير الإذاعة وكاع العمال الإذاعة. شكرا. سيوالي تعرفنا بأعضاء الفرقة. أعضاء الفرقة. ومدى بيك تعرفنا بأعضاء الفرقة والإنسترومون اللي يلعبها. عندنا سي حميد مكناسي. سي حميد مرحبا بك. على آلة البندير. البندير. عندنا سي بغداد عمراني بغداد هو الأخ. مرحبا بك سي بغداد. على آلة البونغوس. البونغوس. وعندنا سي سعيد هاني اللي راه غايب. نعم عنده ظروف. عنده ظروف. خاصة. خاصة إن شاء الله يكون ضيف في حصة إن شاء الله. إن شاء الله. هادو هما أعضاء الفرقة. فرقة الرحلة. والفرقة ماتوا فيها زوج. الله يرحمهم. المناسبة. نترحموا عليهم. ترحموا عليهم. كل أرواح الفنانين. عندنا رحماني عكاشة مدعو سعيدو. سعيدو. وعندنا خليفة باشتولة. الله يرحمه. هادو كانوا هما الأعضاء الأولى في الفرقة. تاع الرحاله في السبعينات ملي بدات تاسست الفرقه. تاسست الفرقه ملي تاسست الفرقه جبنا كان خليفه باشتولة رحماني سعيدو عمراني بغداد، بعد زدنا سي حميد مكناسي وانا باين المتحدث المتحدث كما قال لك. وهذه هي الفرقه. سي هواري تفضل. تفضل سي بغداد. كانت الفرقة بدينا بال فات على زاني 75 راك بديت فيها. انا كنت باين بوزي لا كيسيون اكزاكتومون سادير الفترة ولا التاريخ اللي بدات فيه الفرقة. مين بدا الغيوان كان منتشر شوية. كانت هذيك ليبوك كانت شوية لي فرين ميغري كانوا متأثرين شوية داك لو مودرن وكاع. خرج الغيوان لي زاني 71 72. احنا دخلنا في ذاك الموهمة مع ابدينا بواحد البانجو شرينا دبرنا دربوكا وقعنا مشيت الجاردان حبة حبة. الفرقة كانت الفرقة قول لحقت فيها كانوا يتبعوا فينا وحدين قول لحقنا واحد عشرات على الناس. الله يبارك. ما كان لي ما طاكش خاطر سي با فاسيل باش تغني الغيوان. جسم هذيك دوك نطرقوا لهذه في الحصه خاصه من جهه الكلمات. وانا دروك باغي نعرفوا كيفاش بانت الفكره تاع تاسيس هذه الفرقه، واش هي الحاجه اللي خلتكم تميلوا لهذا الطابع طابع الغيوان. بغينا هذاك الفن. قلت لك خرج دخل ديريكتومون في ما كانش حاجه هي اللي كانت ديكليك ستادير باش ديكليك هذاك ستادير سمو الفن تاعهم. الفن تاعهم هو اللي جبدنا كيما قال له واحد قال لنا للناس الغيوان. قال له انا مانيش حاير في غناهم، انا حاير كيفاه تلاقاو. شنو دروك ديجا مين قلت لي كنتو برسك ديس دي كانوا وحدين معنا كان هنا بعدا قبل ما تولي الاذاعه كان صونا كسموه قعدوا وحدين بغاو ساعة ما طاقوش ما نجموش. قعدنا غير بشويه غير بشويه بشويه قعدنا طاحت لنا الفكره كيما هكا. قعدنا شويه شرينا بندير دبرنا شرينا بونغوس قعدنا شويه كلي بدينا نبانو شويه قعدنا نديرو صوالحنا غير في واحد غادي نعطيك ستادي كيفاش حتى وصلنا سمينا رواحنا ماشي سمينا رواحنا سماونا الرحاله. الرحاله كان الله يرحمه ويوسع عليه مولاي احمد الله يرحمه كان انسان من الناس اللي كانوا ينشطوا الكشافه وكان الكشافه كانت مدرسه كبيره وكان يبغي
يتصنت معانا ويبغيكنا كاش شافنا دائما نديروا البونغونس البندير نديروهم غير في واحد خدمنا واحد البوسات ايوا تقلنا انتم راكم غير كالرحاله كل يوم رايحين في بلاد سمينا الرحاله قعدنا لي ريبيتيسيون من بعد كلي بدينا شويه نتنظموا ولينا نغدو ريبيتو في الدار عند حميد كان يجي معانا الله يرحمه ويوسع عليه ثاني مديار محمد تاع تياتر تاع تياتر كنا غاديين من تما قعدنا طاحت الفكره كنا نقصروا في شويه في العرس احنا كنا قا خدامه بصلا ديال ما كيما قالوا حنا العرس ما كناش محتاجين الهوايه هذه علاش مشينا للعرس لمدنا الدراهم هذه نقطه مهمه غير الماتريال هذه نقطه مهمه ما كناش صادير حب الفن هذا والطابع هذا كان هو ما كناش نصرفوا به صادير في جيوبنا ولا كان هكا اللي نصوروه نشروه صوالح ماتريال اللي نشروه نصوروه نشروه صوالح وقعدنا بدينا كيما راك حتى اللي خدمنا تعبنا تاني كيما نقولوا حنايا ولينا صادير سكننا الغيوان في الدم وصاي هو اول نعم اول مره ولا نعم. شافكم الجمهور اول مره كنا في الجاردن ريفيتو كنا نديرو لي ريبيتيسيون في الجاردن الجاردن في اوت باسكو ما كانش داك لو مومون عندنا باه وين ريبيتو ما كانش لي يعرفك يجي الفكره تاعنا واطو تاع التياتر نحيوه بالمناسبه نحيوه بالمناسبه جا كان يجي ويسكن جيس اكوتي قلنا احنا رانا نديرو التياتر والتياتر يوالم على الغيوان على ما تجوش باش نكومبليتو لاسواري تجو تغنوا في ذاك الوقت كان توجو قدام لا بياس تياترال تكون كيما نقولوا ليفي دو ريدو تكون اون تروب ميوزيكال كي قلنا له دير انا جيس بادين وعندنا كاع وي شونسون رانا حاب قلنا ماهيش مشكله لا بياس تياتر ندارت هنا في سونت كيتيرال هنا ورا الاذاعه يا جماعه قال لك اوديك لهم اودي في باسكو هما عمرهم ما مشاو سيفسان انا ديجا كنت طالع سيفسان مع شلابي مي كان هنا كنت معاه في الفقه في تاع لا ميوزيك هذه قلت لهم اودي نغدو نسيو درنا لا سواري بلا لا سونوليزاسيون ما كانش ما كانش عندنا لا سونوليزاسيون ما كانش عندنا سيش نورمال تسمع فيها النور وفي لا غروند سال في لا غروند سال والغاشي الغاشي تعمرت حنا اون ساطون دي با باللي غادي يكون غاشي وما جايين لا بياس تياتر دخلنا هنا درنا ديك الناس شافت هذاك الطابع جديد طابع جديد الفرقه مين واش من الفرقه حنا ما كانش عندنا تاع لون كانت فرقه شاهده يغنوا مغربي لي نوم ما كانش طابع المغربي لي نوم ما كانش كاين بعد دخلت لا بياس دو تياتر كملت الشعب قعد قال لهم دي عاودوا ردوا لنا الفرقه خصنا قعدوا بالك هنا في سونكي باش جيسكا اون هير بالك اي ماتان هذه هي البدايه ابري جاو الله يعلم تاع هنا سونكي تيرا الديريكتور تاعنا الهاشمي الهاشمي قدر الهاشمي قدر قال لك اودي خصنا ثاني نديروا سهره هنا في السونتر جاو ثاني عرضونا بدات كيما هاك ولينا في لا سيمين دو تروا سواري بار سيمين بار سيمين ولينا نخدمو نطلعو دو شونسون كنا نطلعو حتى لدو شونسون في النهار عطاونا لوكال وين كان اللوكال هذا؟ لا اللوكال اللوكال لا ميزون دو لا كولتير داكور قبل ما يحلوها كاع قعدنا نشوفو نشوفو كان واحد في السيد عماري قدور كان في الحزب في البارتي داكور مشينا قلنا له هناك هكا قالنا ودي لا سونت كولتير ما جا نهار شاف واحدين عطاونا اون بياس سونت كولتير لا ميزون لا كولتير مازال ما حلت مازال ما حلت صح كينا جبنا لها حنا فاشات وقعدنا بديتو ريبيتيسيون تاعكم من بعد خاصنا مشينا قعدنا ريبيتو في اللوكال تاع الكشافه اللي في لاري ماكس مارشون وين اكزاكتومون المسلمين اكزاكتومون ماكس مارشون في مجيت لي غروسيس الدوره تاع المذاهب اللي راه مبلع دروك اكتيالمون تاع الكشافه كان اكتيالمون قبل كان ان فوتوغراف فوجا احمد جوبونس فوجا احمد مدغري لا لا ماكس مارشون ماكس لا الفوج هذاك فوج الكشافه هذاك فوج ايوا هذاك ابقينا كانوا الجماعه تاع الكشافه كان عندهم بون اوركست كانت عندهم فرقه فيها منصوري زواد عبد القادر كانت فرقه مليحه ما شاء الله كان كونها الحاج شهره
هما قاعدين داوين صال منا وعطاونا احنا واحد لابياس من الهيتا امشينا ريبيتينا تاني في لاباتريوت عاود في الحاس ورحاله رحاله وخلاص رحاله صحيح رحاله صحيح لي سوار قدي انا نحكو كانت لي بوك مليحه فهمتني كانت واحد لي بوك مليحه اي جوستمون لا بريود دوك مي قال زوير قال لك ودي وانا صاي جيم سيمي اب ان شويه برك كانت قدام شاك بي اس تي اطراد توجور تكون يتروب تاع الموسيقى اللي تنشطت هذيك صدير اون دوميور ولا اون اور ديال لا بياس تياتر ومن بعد عاد تلعب لا بياس تياتر هذه جو مسوفيان شويه ماشي بزاف مي شويه كان معهم في لا بياس تياتر تاعنا تان بوغطوف عبد الكريم بوغطوف عبد الكريم بوغطوف ثاني نحيوه بالمناسبه كان دينار هذو اللي كانوا في في المسرح في لا بياس تياتر تاع بوليتكي تاع مع المختار تاعنا عثماني قلت لنا 72 كانت لا كرياسيون نو لا كرياسيون خرج داك لو ستيل تاع الناس الغيوان مع جي جي لالا 72 73 وي بان لا فان 75 حنا بدينا بدات الفرقه بدات الفرقه دونك حنا نديروها اون 75 بدات بدات الفرقه لا فان دو 75 بدينا بدات الفرقه تاع تاع الرحاله تاع الرحاله جوست ابري غيوان اي جو بونس بالك سيتي لا برومي الفرقه الاولى في الجزائر اللي ندارت سمع هذه اللي بغيت نسقسك عليها في هذاك لوغ اون 75 ونجم نقولوا حتى ل 80 هنا في سعيده شحال كانت من فرقه اللي تبعها الطابع تاع الغيوان كنا احنا كان واحد الجماعه اللي كان معهم مختار تاع القرابه مختار بوعمامه مختار تاع بوعمامه واه داروا هما فرقه الطابع كيف كيف بالصح قعدوا ما قعدوش كلي خرجوا شويه على طابع الغيوان احنا قعدنا بانجو بونغونس بندير دربوكا جستمو هذا اللي الالكترونيك ما عندناش بالك توافقوني الراي هذا هو الشيء اللي راه وقع دروك حتى الغيوان بقات الفيزيون مع القناوي ولا حتى لي زانسترومون دروك فوالا لا لا فيزيون فيزيون ومن بعد دروك ولا حتى لي زانسترومون دخلوا عليها لي زانسترومون فوالا مودير وسيتو الالكترونيك راه دايره حاجه كبيره دونك لي زانسترومون حتى لاكوستيك ما بقاش ولا تسمع فيه مثلا في الغيوان فما تسمع مثلا بنجو وكيما قلت بونغوس وبندير النغمه تاع بندير دونك تسمع لا بوا طاريت تسمع لا باس بون لا باس معليش ما تسمع دي زانسيم واحد اخرين واحد لي صون واحد اخرين اللي ما انا صدر رايي الشخصي كاين اللي خرجوا من هذا الطابع كاين المشاهب جي جلاله الناس غيوان قعدوا في الطابع تاعهم قعدوا في الطابع تاعهم جوسكا بريزون دوك قاعدين في الطابع تاعهم علاه قاعده النغمه الثاني في هذه سي هو توافقني كانت انفيتاسيون تاع الميوزيسيان تاعنا المعروف عالمي صافي بوتلا مع فرقه ناس الغيوان زاد صادي دي زانسيرمون كيما لي فيولون لا باتري كلشي مي خلى لا تروب لي زانسيرمون تاعها صافي بوتلا بغى يدير ليسي مع ناس الغيوان هي هذه هي اللي بغيت نقول وخلى النغمه خلاها وزاد باسكو تسنت النغمه قاعده تاع ناس الغيوان كي تسمع تعرف بلي النغمه تاع الغيوان كاينه علاه قاعد الناس الغيوان توجور كي تسمع لي شونسون تاعهم جوسكا بريزون تقعد في دماغك تتصندها ما تخرجوش على نعطيك جلاله داروا بوطاريت في ديك تاع دي بالغابه مثلا لي شونسون لي ديرني سوا لي شونسون تواله هادو داروا لا كاين سا ديرنا مشاهب خرجوا على الطابع تاع الناس الغيوان مشي صحاب مشي للجماعه تاع الناس الغيوان كيما عمر السيد ولا علال ولا باطمه ولا باكو ولا هما اللي خرجوا الغيوان هذا انسان خاطر الفرقه كاع هو انسان هذا واحد الانسان شاف الفرقه دير تياتر طاحت له الفكره هذه تاع الغيوان الى فورمي لو جروب هذه قصه لو ستيل والطابع الغيوان هذا واحد هو قال لهم عندكم واحد كان بوجميع وكاع داروا الجروب تاع الناس الغيوان داروه مع محمود وعبد العزيز طاهيري ما كانش معاهم باكو وما كانش معاهم علال هادو اعضاء تاعهم بعد لا هادو من بعد هما جيل جلاله بغاو يديروا ان جروب مع سكينه داو محمود وعبد العزيز جابوا علال وجابوا باكو وقعد معاهم بوجميع ما طولش معاهم مات في 74 جيل جلاله اللي خرجوا دان ستيل دان نوتر ستيل عطاوه واحد الثني قعدوا خرجت داك القيس وقيله قال لك خرجت وقيله في غير في المارو قال لك خرجت قريب 4000 جروب غير كيما كيفهم وبعدين حارفوا
حتى التقادة كانوا كي الغيوان مي ما ما طاقوش تادير يقبضوا تادير الغيوان ديشان الستيل هذا تاع اللي نشحوا كاع تادير في الجروب الناس الغيوان انا جلاله المشاهد انا نشوف الفكره تاعك سي بغداد اللي قلت لي لا كرياسيون جات من المسرح فاش اكدت ودرت الربط انه ياسين لو كان تعطينا لوماج اللي داتها عندنا اتصال هاتفي اوكي الو مساء الخير الو مساء النور مساء الانوار شكون معنا محمد لاباس والله الحمد لله نورمال ما تعرفني سير السينيال راه سينيال كاك يا اسمي راه لو بابا سينيال انا غير وحده من الاهل تاع الفرقه داكور مرحبا بك تفضلي اسمع اسمع زومبا ايه تفضلي اسمع غير بغيت نقول لهم ماذا بينا وكان يعاودوا يحيوا هذا التراث هادي كنا بغي نخلوها في لافام ما تعجليش هادي في لافام باش نحكموا عليهم كيما حكمنا الفرق اللي فاتوا ايه اي صح اي داكور شكرا اسماء ونعاود نذكر بارقام المفتوحه اللي هي 51 26 26 51 18 18 نرجع لياسين ياسين لو كان تسمعنا لوماج اللي دات الفرقه باش ندربت مع بغداد في الفرقه ولا ستيل الغيوان خرج من المسرح باسكو لوماج اللي دارته فرقه الغيوان للمرحوم الفنان سي عبد القادر علوله ترفيهية كل أربعاء عند الساعة 6:30 مساء فن أف أم على أمواج سعيدة أف أم شكرا ياسين مرسي مرسي بنزيد نأكد باللي المسرح ما لقبوه وعطوه ابو الفنون دونك نزيدو نسنيو بلي ابو الفنون لانه حتى الطابع المعلومه اللي ما كانش عندي بلي الغيوان خرج من المسرح سيمكن نسي ندور عندك سؤالي الاول انا واش هي الحاجه اللي خلاتك تميل ولا تجبدك للغيوان مني سمع القناه تاع الغيوان عندهم كلام لاباس بيه وشويه قاصح كما يقولوا عندهم حاجه لاباس بها يعرفوا كلام موزون كلام موزون كما يقول لك واش هي وين هي ولا العنوان تاع ولا لوتي تاع لا شونسون الاولى اللي خلتك تميل للغيوان
هي باينة دات كما نقولوا الديسكوتور سي تاع الصينية. لو كانت غير مقطع صغير صدر الكلام جيت الكلام باش الجماعة يشوفونا كاش ما يحضروا لنا حاجة كاش مشكلة يعطينا مكناسي لو كان غير زوج بيات ثلاث بيات من القصيدة هذه تاع الصينية بلا ما الجماعة حضرت نفسها نديرو غير ميتي فواليز ايه ايه بيان سور انا بغيتها صدر طول دروك عطينا اوت برومو ولا حاجه ياسين باش يحضرونا ايه فوالا اعطينا حاجه باش يحضرونا الجماعه واش راهم جايبين اليوم مرسي مرسي ياسين اودي توجو ارتيست ياسين خونا حفظك دونك نعاود نرجع للضيوف فرقة الرحلة ونخليهم دروك واش راهم جايبينا للحصة معاكم فرقة رحلة I'm coming home, I'm coming home.
انت يا من هم ما لا يقدر حالي شلا نحكي لي مالي داني عيني جري من مو ونرشو زي المرارة عيني جري من مو ونرشو زي المرارة مشاني بعد من غير من أجلي طول حياتي بيدي شكون لي حلو الري شو قام تقو قام غيرو فيا مشاني بعد من غير تروح الاحودي القمر اقليم فتراني وانا رواح الحيام وانا غادي هولي جن تروح الاحودي القمر اقليم فتراني شكرا شكرا لفرقة الرحلة وداد هواري وسيمكنسي نعود الرحبة بكم ونعود نذكر بأرقام الهاتف 50-26-26 و50-18-18 اليوم تشرفنا فرقة الرحلة لها ضيفة على حصة فن أفام يا سعد من شرب من ماك وتمشي على ترابك مسعود من شم هواك وقصد بابك يا أم السعد والسعود يا المسطورة يا الشريفة ربي يحفظك يا سعيدة حصة فن أفام بها عرفنا فنانين يا سعيدة يا مروش من بها شكرا ياسين نعود نرجع لضيوفنا ونظن عندنا اتصال هاتفي هكا ياسين الو مساء الخير سلام الله عليك وحياك الله اخي الفاضل بارك الله فيك تحياتنا ايضا ليك شكون راه معنا الله يسليك دائما معك زعيم المستمعين وبالضبط من بوابه الصحراء بقطب هذا عبد القادر كديشي يحيي كل عمال اذاعه الجزائريه بسعيده ونحيي هذا الضيوف اللي راهم معاكم ونقول لهم دامت الافراح تاعكم ودام كما نقولوا لي شونسور اللي راهم يديروا فيهم والحان هذه وين والله الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ايوه الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نتكلم مع الفنان كسمو الهواري ولا بغداد ولا مكناسي هذه فرقه الرحاله هذه رحاله هي فرقه الرحاله يا اخويا الله يبارك والله العظيم التي كما نقولوا فرقه تاع بصح هذه الناس الغيوان وهذوك وجيل جلاله راهم نفس الصوت معاهم نفس الصوت الله يبارك دونك واش غادي نقول لهم انا في اخر الحصه قعد معنا في تسمع الحصه دونك في الاخير نحكموا عليهم يا اخويا الله يحفظ الهواري والله يطول في عمره هو وكاع كامل الفرقه تاعو وتحياتنا الى كل سكان سعيده وناس بوقت بكاع نبلغ لكم تحياتنا ايضا لكل تحياتنا ايضا لكل الناس البوقطب وكل الناس الجزائر وين ما كان الجزائر عندنا اتصال اخر الو مساء الخير الو الو السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته شكون معنا معك بغادي الصفاء مرحبا بك الله يسلمك الله يخليك عندي سؤال للفرقه تفضلي بغيت نسقسيهم اسكو الغناء اللي كانوا يديروه ايه اسكو جابوه زعما كاينه من عندهم ولا قعدوا غير في التقليد تاع الجيجي لا داكور انا جسمت انا لا كاسيون راه انسكري قدامي ابيط على انسكري قدامي دونك راكي بوزيتي عليهم دونك هما نخليهم يواجبوك من بعد ميرسي بيان شكرا داكور بارك الله فيك عندنا اتصال اخر خويا ياسين الو مساء الخير الو تفضل مساء الخير الو الو جو بو سويت ان بون كوراج ميرسي 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 ايغامون شكون معنا دونك في دونك ستيل هذا ميرسي
اش قال لكم كنتي في هذا لوسي هذا وخلاص. دونك ميرسي بارك الله فيك، وهذا ميساج للفرقه. وايضا السؤال، شكون اللي واجب على السؤال نتاع بخصوص الكلمات؟ دونك انني عارف بلي عندكم تواكم، دونك خليكم نتوما تريبوندو على السؤال هذا اللي طرحته السيده بخصوص الكلمات. اسكو احنا مازال احنا راهم في شحال محبسين هذه 20 عام ولا مانيش عارف. هاد البدايه رانا نقول غير واحد الشهر ولا نقول في شهر تاع رمضان رانا نتمنى ما يقعش ما يسقاش. قول لي يا ودي خلي الصيام والفيد في الليل مرطاوح ما كان والو ورجعنا. هي لا قول لي رجعنا باش نرجعوا درنا واحد البروغرام ستادير لو بروغرام بديناه في رمضان. دونك باه ما تحبسوش ما نحبسوش نقولوا ان شاء الله ما نحبسوش. فوالا قعدنا ياسين خويا اللي عندك تزغريته تما زلقنا تزغريته على هذه باسكو هذه اللي كنت حاوس عليها كونسيرنون الكلام. رانا نتقلدوا غير في الناس الغيوان جي جلاله مشاه بواحد ما كونسيرن ما عدناش شكون اللي يعطينا الكلام. وهذا تقريبا اللي بغى تقريبا حتى لي شونتور اللي فاتوا هنا في الحصه عندهم مشكل الكلمات. الكلمات نظن توافقوني الراي شوف. حتى على الساحه الفنيه مشكل كلمات، بغا في الغناء بغا في المسرح بغا في السينما في النصوص في حتى بالك لاحظتوا دروك الشيء اللي راه يدور في لو مارشي ما راهش كلام اللي يليق بالنسبه باش تخرج تادير اسمح لي باش تخرج تادير في كلام ان بون بارولي ان بون بارولي ستادي كناك هما لو ريتم لو ريتم تجيبه انا لو ريتم تجيبه يعطيني الكلام لو ريتم تجيبه. انا شوف قريت لواحد السيد هو من سعيده كاتب وشاعر وعنده حتى كتب اللي تم اصدارها وعنده كتاب اللي راه مطروح عند اساتذه الجامعي بحثوا على طريقه الكتابه تاعه اللي هو السي زعر من سخونه. عندي كتاب من الكتب تاعه عطاه لي هديه فيه كلام تقريبا انا مانيش كونيسور مي في الميزان في الشيء اللي كنت متغنوه. جيستومون الكلام باش تغني الغيوان يلقي كلام يكون موزون والمنداسي صحيح موزون تاع الصح كلمه في بلاصتها. فشي نغني نجيب لي بارول تاع ما تنجمش غادي ما تنجمش الغيوان يبغي كلام يكون عنده المعنى. الناس الغيوان على حسب ما حكاو عليهم اللي داروا عليهم لي دوكيومون كاع كاين هكا وداروا عليهم دي ريبورتاج قال لك هاد الناس قال لك ان عايشين قرون مشاو جابوا ذا الكلام الله يبارك كيما واحد المعاني دروك كيما نقولوا حنا راه كاين دروك يقول لك واحد الغنيه تاع ها انت قول له خونا قول له مات الغني يا حبابي طلبه وعوام تابعاه شي شاد سبحه عند راسه شي يقرا حداه ومات المزلوط حتى واحد ما مشى معاه. سبحان الله نعطيك كلام سابق وقتهم كان كان الكلام هذا باش كلام كيما هذا باش يقول لعبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر قلوب طايشه مليانه بالغدر سلسلته القبور وها الحق وها المنكر الخز منه البحر شكا والرياح العاصفه هجره البرق والرعد ما بيت خراز جامده وعوافي جامده هذا مهما زين الغز هذا ما يرد عليه عرفت 10 و10 عرفتها شحال تساوي قل 20 هذا عايشين عيش الدبانه في الطانه راه الفرق عظيم ما بين التفاح والرمانه واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا هذه قلت لك يمكن تسمعنا ثاني حافظ شي تسمعنا سمعنا حاجه من الكلام هذا قول لك كلام قبل ما تبدا نظن عندنا اتصال نخليك تخمم خلينا نشوفك تخمم تخمم يا الو مساء الخير الو السلام عليكم السلام ورحمه الله شكون معنا معكم شيماء مرحبا بك شيماء الله يسلمك بغيت نسقسي الاخ بغداد والاخ الهواري اسكو لي زوريجي ماروكان تاعهم هي اللي خلتهم يتاجوا لهاد المسار الفني تاع فرقه الرحاله ولو ستيل اللي غنوا والاعجاب باللو ستيل. داكور اوكي ميرسي بون كونتينياسيون. مرحبا عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الانوار شكون معنا؟ الاخت فوزيه. فوزيه مرحبا بك. كيراكم؟ الحمد لله. Premièrement, بغيت نشكر هاد لو غروب. شكرا انا ني نبعث لك في بلاصتهم ولا ردوا عليها. شكرا شكرا. نشكركم على الاستضافه. وعندي ان كاستيون. تفضلي. اسكو هاد لو غروب لي زونفون تاعهم راهم يتبعوا هاد لو ستيل ولا لا؟ ادور يا دو كاستيون. اوكي ميرسي دوك هما ريبوندو على لي دو. ميرسي شكرا.
قبل ما تريبوند على ليدوكاسيون خليه يمكن سي خمتنا في تفضل. أغنية تاع مهمومة، مهمومة يا خي، مهمومة مهمومة هالدنيا مهمومة، فيها النفوس ولات مديومة، ولا بنادم عباد اللومة، المسكين فيه هموم وسايل لالي، عايم في الفقايس عومة محمومة، شي مفتول مال وسايل تعالى، لا يحرزانا في قهاوي مهرومة، كيسان مكبوبة والخمر الغالي، حياني يا شداني يا الفعايل مدمومة، عمرو الأسواق برداي الفاني، وتبنات البيوت بفحايش مسمومة. مهمومة هالدنيا مهمومة. مهمومة ياسين أعطينا مهمومة هالدنيا مهمومة. هذه الغنية كانت أنت لي دو تروب جيل جلالة وناس غيوان سبحان الله سيفنا ولا جدوى. ياسين عندنا اتصال وقيلة. ألو مساء الخير. مساء النور أخي. مساء الأنوار، مرحبا بك، شكون معنا؟ الله يسلمك، معك الأخت غزلان. مرحبا بك، تفضلي. بغيت نشكر فرقة رحالة بزاف. شكرا موصول ليك أيضا. وبغيت نقول لهم حاجة صغيرة. تفضلي. بغيت نقول لهم ماذا بينا لو كان يعاودوا يحيوا هاد التراث. هاي وصحيتي. هذه اللي كنت نحوس عليها، راه بنت الهوا اللي قالتها قبل على كاش دي بروجي، وزدتي انتيا قلتي يكملوا في هذا الطابع. تفضلي زيدي. يكملوا في هذا الطابع وان شاء الله يا ربي يروحوا بعيد. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. يقول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم، وانا نزيد نرحب بكم. بغيت نقول لك باللي انا بنت بغداد اللي راه معاك. تكفوا نقولها لها، نقولها لها، بغيت نقولها لها عندكم بالك انتم. لا دوك نقبضوها لايف دروك كاع سعيده، وين ما يتقطوا الصول لي زون تاع سعيده غادي يسمعوا نحكموا عليهم كاش مشاريع ان شاء الله، ونظن ما يبخلوناش وما يبخلوش المستمعين الكرام بهالطابع. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا غزلان، وشكرا للاخوه كل اللي اتصلوا بنا. ياسين ما عندناش اتصال. داكو سي بغداد، السؤال الاول كانت قالت واش ستادير لوريجين، فوالا هو اللي خلى لا ناسيوناليتي ستادير هاكو هاك هاكو لا خاطرش اون 77 مشينا درنا ان فيستيفال في مستغانا كونكور. داكور. يافي 18 ولايه، لي 18 ولايه كاع جايين يغنوا الغيوان. هادي 77 في مستغانا، 77 في مستغانا في السينما الافريك، مهرجان مهرجان الوطني، هادي الغيوان اللي كان يغدو. بين سقسيك بغيت نمشي المهرجان دروك اللي راه ينقام في وقيلا نظن الداتا تاع، لا لا هذا سيتي ان كونكور اللي يغدو الكيبا. درنا داكور صح، درنا تاع لا ولايه اون كلاسي لو برومي صح، ومشينا درنا في مستغانا ناسيونال ولا زونال
ريجونال يا في 18 ولايه 18 ولايه كاع لي 18 ولايه جايبين دي تروب كاع غير غيوان غير غيوان سيتي ليبوك هذيك اللي بداو فيها البحاره دونك البحاره سي البحاره سي با سي 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 فوالا ابطال الشلف كذلك نعاود نرجع سي دي جون قلت لك هذيك لا فاك تاع لي زاني 72 73 سكنت الناس سيرتو اللي جبدت اللي جبدت كاع جبدت الناس نستهم حتى في القصبه وهذيك هذيك لابيلوت تاع كسموه اغنيه هذه واحد اغنيه تاع كسموه انا زيد نضيف لك حاجه بلي انه لو ديسك دور اللي داتها فرقه ناس غيوان هي اللي كانت ديك ليك سمح لي سي مطالك تفكر الاغنيه راهي حوم راهي حوم راهي حوم راهي حوم دارت نقول لك راني نقول لك انا كنت في كان عندنا ديسكوتيك حبست لي ديسك تاع تاع القصبه ولات الناس غير راهي حوم راهي حوم كانت الناس ديجا تمشى في الزنقه وتغني فين غادي بيا خويا فين غادي بيا هذيك لي بوكس ديال هذه ماشي قضيه تاع لي زوريجين تاع مستاجر لوريجين شويه لكن السيل بحد ذاته هذيك تاع مستغني مدينا لا دوزيام بلاص مستغنيين دوزيام بلاص شكون اللي دار بريمير بلاص لا بريمير بلاص ما نسخاش كون ندخلوا واحد التفاصيل باسكو حنا كي مشينا منا نورمالمون يمشيو معانا داكور منا مسائل اللي جمعوا مع لي جوري داكور صاي حنا جاونا لي جوري الكولاسه قالنا العنقل الكولاسه قال لك نتوما راكم نورمالمون برينسيپ نتوما البرومي تبدو حنا فهمنا من بعد فهمنا صوالع وحده اخرين فهمناهم وفينا المهم مشى حتى واحد منا هاك وهاك مشات في كاش راح الكويبا مشات البحر مشات البحر دونك نعاود نرجع للسؤال الزوج نخليك هو اللي تواجبني السؤال اسكو لي زونفون يتبعوا هذا لو ستيل انا عندي لي زونفون تاوعي دو اها عندي البنت يخليهم ان شاء الله البنت تتبع والولد الصغير الله يخليهم لك هادو يتبعوا باسكو انا نتصنت في الدار وانا دخلت لهم هذا لو ستيل ما فرطتهاش ما فرطتهاش اه داكو هذاك كويس انا كنت نتصنت نقول لهم روحوا تصنتوا صنتو شبغي كي تصنتو عجبهم دي فوا في الدار تتسيبهم وحدهم دي فوا يغنوا هذا الغناء تاع غيوان غيوان هذا هو الاخر عندنا اولادنا يبغوا الغيوان هذا لو ستيل هذا مكنسي تروازيام كاسيو واه تفضل مي قالت بنت بغداد واش هما لي بروجي ان شاء الله avant de répondre à les projets est-ce que قبل avant m'écoutou ensemble ou fait les années surtout les années 80 ma كانش réalisé toi un produit album comme tout petit gilet لا لا كان واحد الغنيه رايكم تفكرها الهواري كان دارها لنا مديار محمد الله يرحمه الله يرحمه طلعنا منها شويه مي انا ابو دونك خلوها نادي بن خلوها هذه الاغنيه التاليه تاع مدي الله ما خلوها هي التالي ماهيش استادير عندها غير ان كوبلي واه بيان سور بيان سور غادي نجيب لا تحكيت انا تحكيت ان كوبلي منها نجيبه دونك قبل ما نعطيك نعطوك لا ما هو ري مكنسي لي بروجي ان شاء الله البروجي ان شاء الله كما قال لك جماعه تاع التليفون قال لك ماذا بينا هذا التراث يحيى ان شاء الله الرحمن الرحيم زعما هذا ما نقولش وعدونا لا هذا الفرقه ولات ايوا طريبي دونك الاخوان المستمعين واللي سمعوا هذا لو ستيل ويتصلوا بنا دونك فرقه الرحاله عاود رجعت من جديد وباش نبينوا بلي رجعت من جديد اعطينا هو الكوبلي تاع مدير الله يرحمه ديالنا عطيك كامبتي كوبلي اي والله تفضل شونسون قديمه بزاف اي تفضل وين وعلى شو رايحة وريحة وين
فين وعلى شو رايحة؟ لا أهلا جيران لا من يبغينا، لا أهلا جيران لا من يبغينا، وعلى شو رايحة؟ وعلى شو رايحة؟ وعلى شو رايحة؟ كون تروح وجيران يبوك ولمسم يبوك. الله يوسع علي محمد مديار الله يرحمه الله يرحمه. هي فيها كان ما يخطيناش ايه. الريبيتو يجي يجمع معنا في دار مكناسي، يجمع معنا حتى لو كان العشرة الحدى عشر اثناعش تاع الليل. هذه فيها كتبها هو كتبها هو فيها كوبلي تطلع بريت خفيف مشات السمش الذهبية بقيتي وحدك يا الزغبية وين خاوتك وين القوم يا اللي حاسبة ليا مدوم. دونك بالك ياسين راه معايا لو كان زعما توجد لا شونسون هادي بلي بارول تاعها وتتسجل تكون هديه للحصه والاذاعه سعيده راه نعطوها لهم هديه ان شاء الله يا ربي. دونك ياسين راه يسمع بيسجل نعطوها لهم هديه. دونك واش نقول لكم هواري تفضل واش بغيت تقول حاجه بعد ايه تفضل جيبوا لكم وحده واه تفضلوا Thank you.
الله فيكم لهاد المعزوفه. هاد الكلام تاع الفرقه ولا تاع الناس الغيوان؟ الناس الغيوان هذه تاع صح. دونك سي بيان دوماج مي 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 الساعه ما تكفيش كيما معظم المستمعين يقولوها. دونك ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا ضيوف عندنا مره اخرى وان شاء الله بربي نهار الاغاني هادو اللي راكم حاضرينهم ان شاء الله يكونوا واجدين. دونك ابواب الاذاعه مفتوحه وحصه فن اف ام هي حصتكم وحصه كل المبدعين المحليين. دونك ضيق الوقت ما بقناش واش نقول لك كلمه اخيره بغداد تفضل. نشكركم خويا الشكر لكم نتوما. الشكر كاع الطاقم الفني هنايا وكاع الناس اللي راها سهرانه على داك السمو وكاين الناس اللي كيما نقولوا حنا يكونوا ربما سمعونا من جماعتنا اللي كانوا يتبعونا وكاع كان هكا نقولوا لهم باللي رانا نقولوا ان شاء الله يا نقولوا باغي نديروا سهره تكريميه الرحماني عكاشة اللي هو المدعو سعيدو الله يرحمه وباش تولى خليفة الله يرحمه شا هو غادي عاد نبريبارو رواحنا ان شاء الله يا رب باش يعطونا نشوفوا كاشين صال يعاونونا الى راهم السلطات يسمعوا فينا باغي ننظموا سهرة. تفضل ننظموا سهرة بالك على ربي ان شاء الله هي المكتوب ان شاء الله يا ربي. هو الكلمة خير نشكروا هذه الحصة وماذا بكم تزيدوا في ان شاء الله يا ربي الحصه وحنا رانا هنا على بالي وقت اللي تلغونا رانا هنا ان شاء الله يا ربي مكنسي. كما قالوا الجماعه نشكركم ومن هكا ان شاء الله ثاني نجون ان شاء الله يا ربي ايضا نشكركم حنا ونشكر كل اللي اتصلوا بنا. دونك تحياتي لكل الضيوف اللي شرفونا واللي اتصلوا بنا وحتى اللي ما سحبهمش الحظ واتصلوا بنا. دونك ما بقى لي غير نقول لكم موعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله. كان معكم ياسين في العارضه محمد وراء الميكروفون وما بقى لي دائما كيما نقول لكم غير كالعاده والعويد سلام.